يعتقد الكثيرون أن الأبطال الخارقين هم بالكامل من صنع خيال الكتاب والرسامين، وهذا بديهي، فلا أحد في الواقع يمكنه الطيران أو إطلاق أشعة الليزر من عينيه، ولكن السمات الشخصية والملامح والأسماء في الغالب يستلهمها مبتكر الشخصية من شخصيات حقيقية. إليكم أشهر 5 أبطال خارقين مستوحات شخصياتهم من شخصيات حقيقية. باتمان، بطل فيلم جوثام الغامض بملابسه السوداء وشخصيته الكئيبة المبنية على فكرة الانتقام. قام الكاتب بيل فينجر والرسام بوبكن بابتكاره بالاستلهام من شخصين حقيقيين، ولم يأخذا منهما اسميهما فقط بل أيضا السمات الشخصية لهما كذلك، وأولهما هو الملك روبرت بروس، وهو ملك اسكتلندي ومحارب شجاع قاد الاسكتلنديين في حربهم ضد إنجلترا أثناء حرب الاستقلال الشهيرة، والآخر هو أنتوني وين، وهو جنرال أمريكي وأحد أبطال الثورة الأمريكية وحرب الاستقلال، وقد اشتهر بعملياته العسكرية الجريئة التي كان يواجه فيها أعدادا تفوقه بكثير حتى لقب بأنتوني المجنون. وهذا يذكرنا بباتمان الذي في المعتاد يواجه أعدادا تفوقه بكثير ويتغلب عليها. ولاحقا في كتب الكوميكس أوضحوا بشكل مباشر أن بروس واين هو حفيد الجنرال المجنون أنتوني واين، وأن قصره الضخم تم تأسيسه من أجل الجنرال واين تقديرا لخدماته أثناء الثورة. وكذلك ذكر بوبكن في سيرته الذاتية أنه استلهم اسم باتمان ورداءه المميز من فيلم The Bat Whispers الذي يدور حول مجرم يسمي نفسه الوطواط ويرتدي القناع والملابس السوداء. الجوكر، لا يمكن الحديث عن باتمان دون الحدوث عن غريمه اللدود الجوكر، وبالطبع لا يوجد في الواقع شخص مجنون بما يكفي ليتم استلهام شخصية الجوكر منه، ولكن كان هناك ممثل في أحد الأفلام الصامتة تم استلهام الشكل الخارجي للجوكر منه، وهذا الممثل هو كونراد فايت ودوره في فيلم The Man Who Laughs، حيث كان يلعب دور رجل تعرض لتشوه في وجهه جعله يبدو كأنه يبتسم طوال الوقت بشكل مخيف، وقد كان هذا هو الأساس الذي استلهم منه بوب كين مبتكر الجوكر الشكل الخارجي لشخصيته. سوبرمان، الأشهر بين كل الأبطال الخارقين وله شعبية جارفة في كل أنحاء العالم، ولكن لا أحد يعرف أن شخصية سوبرمان مبنية بالكامل على أشخاص حقيقيين، فمبتكري الشخصية جيري سيجل وجورج شوستر كانا من عشاق أفلام البطولة والمغامرة التي تتضمن مبارزة بالسيف ويطلق عليها في الغرب اسم سواشباكلينج موفيز، مثل أفلام روبن هود وقناع زورو. لذا قاما بتصميم البنية الجسدية لسوبرمان وطريقته في الحديث والتصرف على شكل أحد أبطال تلك الأفلام وهو دوغلاس فيربانكس، كما أن شخصيته البديلة كلارك كينت استوحت الممثل الصامت هارولد لويد، أما اسمه فهو مزيج من اسمي الممثلان كلارك جيبل وكينت تيلر. الرجل الحديدي، استلهم ستانلي شخصية توني ستارك أو آيرون مان من رجل الأعمال الشهير هاوارد هيوز، وقد وصفه ستانلي بأنه مخترع ومغامر وبليونير مولع بالنساء ومجنون للغاية، وهي الصفات التي تنطبق تماما على توني ستارك، فقد كان هيوز ثريا ثراء فاحشا وعاش حياة غريبة والتي يحلم العديد من الناس بمثلها، كما أن هيوز كان مصابا باضطراب الوسواس القهري فكان لا يلمس شيئا لمسه أحد من قبله، وهذا يشبه تصرف توني ستارك في أفلام آيرون مان حيث كان يرفض أن يناوله أحد شيئا. الجدير بالذكر أن ليوناردو دي كابريو قام بتمثيل فيلم عن حياة هوارد هيوز بعنوان The Aviator، ويركز الفيلم على حياة هيوز من أواخر العشرينيات إلى 1947، حيث أصبح خلال ذلك الوقت منتج أفلام ناجح ورمزا في مجال الطيران. ماغنيتو وبروفيسور إكس، قام ستانلي وجاك كيربي بابتكار الشخصيات المتحولين في ذروة حركة الحقوق المدنية الأمريكية، واستخدما اثنين من قادة الحقوق المدنية كنموذج لأهم شخصياتهما بروفيسور إكس وماغنيتو. الأول هو مارتن لوثر كينغ الذي كان يرى أن الحقوق المدنية لن تتحقق على أرض الواقع إلا بالإقناع فقط، والسلام كان يخطب ود مضطهديه بإعطائهم نموذجا جيدا للرجل الأسود الذي يستحق ما يستحقه البيض. والآخر كان مالكوم إكس الذي كان يرى أن تلك الحقوق قد سلبت منهم بالقوة ولن تسترد إلا بالقوة، وهذان النموذجان يمثلان بروفيسور إكس الذي يرى أن حقوق المتحولين ومساواتهم بغيرهم والأساليب الدبلوماسية، وكان ماغنيتو يرى أن على المتحولين القتال لاسترداد حقوقهم ومواجهة اضطهاد غير المتحولين لهم. وقد قال ستانلي إنه لا يعتبر ماغنيتو شخصا سيئا،
بل هو فقط كان يرد الضربة لهؤلاء الذين يعاملون المتحولين بعنصرية وتعصب، وكان يحاول أن يحمي المتحولين لأن المجتمع لم يكن يعاملهم بعدل، فقرر أن يلقن هذا المجتمع درساً. المرأة القطة. قام المؤلفان بوب كين وبيل فينجر بتأليف الكثير من الشخصيات التي شاركت باتمان نجاحه، ومن ضمن هذه الشخصيات المرأة القطة التي كانت تجمع بين شراسة القطط وأنوثة المرأة، فهي ذات طبيعة شرسة وعدائية، وأحياناً تكون مع باتمان وأحياناً ضده. وقد استلهموا شخصية المرأة القطة من ممثلة الإغراء جين هارلو التي كانت تعرف باسم القنبلة الشقراء أو الشقراء البلاتينية بسبب شعرها الأشقر البلاتيني في ثلاثينيات القرن الماضي. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.